لأصحاب السمو والشيوخ المسافة ألا وهي 4 كيلومترات. انطلاقة سليمة، انطلاقة موفقة بإذن الخالق ثم بجهود اللجان القائمة على هذه التنظيمات الرائعة. مباشرة مع المركز الأول والصداوي والصدى الجميل في مقدمة الشوط المملوك لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان ونايم بن علي الغيلاني بو حمد متواجد على مقدمة الشوط وعلى السيطرة الأولى، بينما الدور دور المركز الثاني. المركز الثاني أيها الأخوة هنالك عجيب الذي يعمل دائما عجبة وانطلاقة مميزة بهذا الشعار المتميز لهجن الرئاسة وراشد بن محمد بالسم المنصوري ثالث الأسماء، هنالك هملول لهجن الرئاسة، عملية تضمير عند السيد علي بن يميل الوهيبي، ورابعا وصول من نشوان، عملية تضمير عند مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، الملكية غنية عن التعريف، هذا الشعار الأحمر الغالي على قلوب الجميع. بينما خامس الأسماء فهنالك مربوش المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم والسيد علي بن راشد بن حمد بغدير الكتبي في عملية تضميرة. الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة وعود إلى المركز الأول، إلى الصدارة الأولى، إلى من حلق وانتقل إلى المركز الأول، هنالك عجيب لهجن الرئاسة وعملية المتابعة والتضمير من السيد راشد بن محمد بالسم المنصوري باحثا عن النقاط المتكررة. قد رأينا 4 نقاط لهذا العملاق المميز، بينما هنا أيضا السيطرة الأولى مع عجيب، بينما المركز الثاني الأسماء القادمة قوية وملاحقة للمراكز الأولى المتقدمة. هنا هملول لهجن الرئاسة، عملية تضمير هملول عند السيد علي بن يميل الوهيبي، بينما ثالث الأسماء نشوان هذا الاسم الكبير مع المركز الثالث المملوك لهجن الرئاسة وعملية تضمير عند السيد مبارك بن أحمد الخيلي، ثالث أو رابع الأسماء الوصول القوي من الشامي ويا محلى الشامي، عملية تضمير عن مختار بن أحمد، ملكيته لمعالي الشيخ محمد بن بطيب آل حامد مع رابع الأسماء، خامسا هنالك الوصول القوي من قبل هملول المملوك لهجن الرئاسة وعلي بن يميل الوهيبي هو مضمرا متابعا لهذا الهملول المميز مع المركز الخامس. أعود إلى المقدمة يا أبو قاسم، هنالك مع الصدارة الأولى مع الانطلاقة الأولى وعجيب الذي سيطر قوية في مقدمة هذا الشوط الثامن، ما شاء الله هكذا عجيب الذي يسيطر وحبات الرمال تتراقص حبا واحتراما لهذا الشعار الأحمر، لهذا الشعار المنتصر، لهذا الشعار الذي أبدع كعوائد السابقة مزيدا من التألق، مزيدا من الفوز والانتصار لهذا الشعار ولكافة مضمريه ومشجعيه ومحبي هذا الشعار المبدع دائما وأبدا. هذا هو عجيب أيها الأخوة، يحيي السادة المتابعين والحضور الذين حضروا ليتابعون هذا الشعار عن قرب لهجن الرئاسة راشد بن محمد بالسم المنصوري، القدوم من نشوان، نشوان تحرك يلاحق المركز الأول، يلاحق عجيب نشوان لهجن الرئاسة، مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي مضمرا متابعا لنشوان الذي أعلن الهجوم القوي، أعلن الخطر القوي الواضح الملاحقة الشرسة، الملاحقة القوية، وعجيب عجيب لازال صامت، عجيب لازال يحيي جماهيره ويحيي متابعينا. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة وراشد محمد بسم المركز الثاني، نشوان لهجن الرئاسة تضميرا عند مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، ثالثا هملول لهجن الرئاسة تضمير عند علي بن يميل، رابعا الشامي مع مختار بن أحمد، ملكيتلي مع الشيخ محمد بن بطيء آل حامد، وخامس الأسماء هنالك الوصول من مربوش لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، علي بن راشد بن حمد بن غدير في عملية تضميره. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، عجيب الذي وصل وتواصل بالفوز والانتصار، حيث قطع هذه الرحلة
السعيدة العجيبة المميزة مع هذا الشعار الذي كرر النقاط المميزة بالفوز والانتصار. يا محل الورود الصباحية بلون الرئاسي باللون الأحمر والانتصارات إن شاء الله فاتحة خير لهذا الشعار ولكافة الإمارات. نعم، 6 دقائق 10 ثواني، 5 أجزاء، توقيت عجيب لهجن الرئاسة. التهنية السيد راشد محمد بسام المنصوري، بينما نشوان اللي قدم عرض ممتاز يشكر عليه حقيقة هنالك لهجن الرئاسة وعملية تضمير مع المميز سيد مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، وتوقيتها الزمني 6 دقائق 11 ثانية وجزءا واحدا من الثواني، بينما من احتل المركز الثالث فكان هملول لهجن الرئاسة وعملية تضمير عند السيد علي بن مي الوهيبي، توقيتها الزمني واضح على الشاشة 6 دقائق 16 ثانية وجزئين من الثانية. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء انطلاقة أخرى تحمل لنا اسم بكار محليات، وأحد الزملاء يتواصل معكم بالوصف والتعليق. التواصل مستمر مشاهدينا الكرام، انطلاقة شوطنا التاسع للأبكار